حسن بريك، كيف نظام تقسيط شركة الكهرباء؟ يقولوا ما في تقسيط، لا في تقسيط. صحيح. يلا شوف. خش على قيمة، نزل تطبيق أول شيء على شركة الكهرباء. أول شيء تنزل تطبيق شركة الكهرباء. اختار الحساب اللي أبغاه مثلاً. نعم. هذا حساب، هذا هو حسابي جاهز. أدخل على حساب هذا وأشوف إيش مكتوبة خطوة. الثانية. الخطوة الثانية. أيوه. تختار على اختيار كم شهر تبقى، 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر إلى 6 أشهر. لو فاتورتك 15,000 تقدر تقسم على اللي هي 6 أشهر على 3 أو على 6 أو على 3 أو على 4 أو على 6 يطلع لك المبلغ. 15,000 تقسمها على 6 شهور يطلع لك المبلغ، أو على 6 شهور أو على 3 شهور أو على 3 أو على 4 أو 5 على إيش اللي تختاره يعني. الكهرباء، شركة الكهرباء ويسجل العداد باسمه. ايه باسمه. بعدين حق له يقصر. يا سلام عليك. حلو. بالتوفيق ان شاء الله ودعواتكم.